يسابق عمال شركة كروال لتصنيع وتجميع الحافلات الزمن لتسليم الدفعة الأولى من الحافلات التي ستستخدم في كأس العالم المقرر إقامته في قطر هذا العام. المشروع يصنف أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية بين قطر وسلطنة عمان. المصنع يقوم بعمليات تصنيع للهياكل داخل المصنع وإعادة معالجة الهياكل وصباغتها، ومن ثم يقوم بتجميع تجميع باقي أجزاء الحافلات داخل المصنع، ويتم بعد ذلك إقامة فحوص الجودة والتأكد من كفاءة الحافلة. يقام المشروع على مساحة تقدر بنحو 600 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 71 مليون دولار. تبلغ مساهمة جهاز الاستثمار العماني الحكومي فيه 30%، بينما تستحوذ شركة مواصلات قطر على 70%. ويستهدف المشروع في مراحله الأولى إنتاج ما بين 500 إلى 700 حافلة سنويا، على أن يزيد الإنتاج إلى نحو 1000 حافلة في المراحل اللاحقة. يمثل مصنع كرو أهمية كبيرة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بالإضافة أنه يعكس قيمة مضافة للصناعات العمانية، وهذا بالطبع ثمار النجاح في الشراكة العمانية مع دولة قطر الشقيقة. وبالطبع المصنع يستفيد من الميزات والحوافز التي تقدمها المنطقة، بالإضافة إلى توفر الخدمات اللازمة والطاقة مثل الغاز والهيدروجين الأخضر مستقبلا إن شاء الله. وتقول الشركة إن إنتاج مراحلها الأولى سيتركز على صناعة وتجميع حافلات المدارس والنقل داخل المدن والطرق الطويلة، مع بحث إنتاج حافلات أخرى بما فيها التي تعمل بالكهرباء. يرى المسؤولون في عمان وقطر أن مشروع الحافلات ترجمة حقيقية للرؤية المشتركة بشأن تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، رؤية تعكس مساعي الجانبين لتحقيق مكاسب اقتصادية بموازاة العلاقات السياسية. سمير النمري، الجزيرة، من ولاية الدقم، سلطنة عمان.